خلونا نبدأ بالأخبار اللي معانا. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا امبارح من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، وشهد الاتصال الإشادة بالحراك الإيجابي في العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا خلال السنوات الأخيرة. وثمن الرئيس السيسي حرص ماليزيا على المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية إلى أهالي قطاع غزة. امبارح كمان وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة بضرورة المشاركة الفاعلة من جانب الوزراء في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بقى بمشاركة الوزراء شخصيا أو كبار المسؤولين على مستوى كل وزارة، والإسراع في ترجمة مخرجات الحوار الوطني إلى خطط تنفيذية. تفاصيل أخبار دي وأخبار تانية هنتابعها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم. شهد الاتصال الإشادة بالحراك الإيجابي في العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا خلال السنوات الأخيرة، وأعرب الجانبان عن تطلعهما لمزيد من التقارب، خاصة على صعيد زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالإضافة لمجالات التعاون الثقافي والتبادل العلمي، وده في ضوء العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين. وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، تم تناول الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وثمن الرئيس السيسي في هذا الإطار حرص ماليزيا على المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع. امبارح وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة بضرورة المشاركة الفاعلة من جانب الوزراء في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بمشاركة الوزراء شخصياً أو كبار المسؤولين على مستوى كل وزارة. كما كلف مدبولي بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني ضمن اختصاص كل منها، للإسراع في ترجمة هذه المخرجات لخطط تنفيذية، تكريساً لدور هذا المحفل الوطني اللي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة. امبارح وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وده في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. وقال رئيس مجلس الوزراء إن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى اللي بتتم بالشراكة مع كيانات كبرى بتحقق مستهدفات الدولة في التنمية اللي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وأشار إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حالياً لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة. امبارح قام وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة على هامش الزيارة اللي بيقوم بيها الوفد الاقتصادي المصري لبروكسل للترويج للاستثمار في مصر، واستعراض الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر هذا العام، وحيث قدم عرض عن اقتصادية قناة السويس بحضور رئيس وزراء إقليم الفلاندر البلجيكي وعدد من ممثلي الوكالات التجارية بالأقاليم البلجيكية الثلاثة وكبرى الشركات البلجيكية العاملة في العديد من المجالات، واللي من بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجستيات والبنية التحتية والبنوك. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة الإسماعيلية تم الإعلان عن انتهاء تطوير طريق السويس الصحراوي إلى معدية سرابيوم في إبريل اللي جاي. في دمياط بيتم تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في 13 قرية. كمان في الأقصر تم انطلاق 55 رحلة بالون طائر على متنها 1350 سائح، وفي إنا تم توفير 38814 فرصة عمل للشباب بالمناطق الصناعية. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الإسماعيلية أعلنت مديرية الطرق تنفيذ العمل بطريق بر أيمن ترعة المنايف الواصل من طريق السويس الصحراوي لمعدية سرابيون بطول 8 كيلومتر، وبتشمل الأعمال تطوير وتوسيع الطريق وتركيب شبكة إنارة كاملة وتحديث مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية تصل ل 65 مليون جنيه، وهتنتهي الأعمال في 30 إبريل طبقاً للخطط الزمنية.
في دمياط أعلنت شركة مياه الشرب عن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز كفر سعد، وبتشمل الشبكات الناقلة والداخلية لمياه الشرب ل 28 قرية وشبكات انحدار وروافع الصرف الصحي ل 13 قرية، وده وسط حالة من التجديد على مدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال لما تمثل تلك المبادرة الرئاسية من قيمة كبيرة تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين وإيصال الخدمات الأساسية من مياه شرب وصرف صحي آمن لجميع قرى الجمهورية. في جامعة سوهاج تمت الموافقة على تكليف 39 خريج من أوائل الدفعات بكليات الهندسة والتمريض والتكنولوجيا والتعليم والطب البيطري للعمل كمعيد بالجامعة. كما أعلنت الجامعة عن عزمها تقديم كامل الدعم والمساندة لهم وتوفير مناخ تعليمي متميز يساعدهم على استكمال دراستهم العلمية وتطوير مهاراتهم وقدرتهم والتحلي بأخلاقيات المهنة وفقاً للأعراف والتقاليد الجامعية. في الأقصر تم انطلاق 55 رحلات بالون طائر على متنها 1350 سائح من مختلف الجنسيات وسط استعدادات أمنية مشددة، وتمت الرحلة بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وبعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 21 رحلة سياحية بتقل حوالي 4000 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمة من مطارات 6 دول أوروبية، وده حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. في قنا أعلنت المحافظة أنه تم توفير 38,814 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمناطق الصناعية بقفط ونجع حمادي بمعرفة إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام خلال العام الماضي.